الأيام ليست سوى أوراق باقية من أيامنا على شجرة الخلود، شاهدة على إنجازات الرجال الباحثين عن الحرية والكرامة ذكوراً وإناث. 6 أكتوبر هو يوم يتجدد في كل عام، يعبر فيه المصريين وكل العرب عن أمجاد يستشرفون بها آفاق المستقبل بقيادة زعيم قالها ورددها من ورائه كل المصريين والعرب أيضاً. تحيا مصر. الطيار الملقب بالطيار المصري المجنون وأفتخر يوم سقطت السماء على إسرائيل، اليوم اللي مرغنا فيه أنف العدو الإسرائيلي في التراب. 6 أكتوبر عيد مصر والعرب، هي لحمة عربية ونتمنى ان هي تعاد مرة اخرى. عايزين نحس الجيل الحالي لازم يضيف للأمجاد.